مساء الخير. من اسبوعين بالظبط نشرت الصحف والمواقع صور لاول استراحه مكيفه في مصر، تم انشائها في شارع جنب حديقه شجره الدر في المنصوره علشان يقعد فيها الركاب يستنوا وسائل المواصلات بدل ما يقفوا في الشمس او في البرد. واتقال ان اللي عمل الاستراحه دي مكتب دعايه واعلان بعد الحصول على موافقه محافظه الدقهليه والاجهزه الامنيه. النهارده صفحه الجهاز الاعلامي لوزاره الداخليه نشرت خبر وصوره عن سرقه محتويات الاستراحه المكيفه وتحويلها لحمام عام لسائقي الميكروباصات. ناس كتير كانوا متوقعين ان التجربه ما تنجحش بسبب سلوكيات بعض الناس اللي بيتعمدوا تشويه اي حاجه حلوه، لكن الحقيقه انه اشد المتشائمين ما كانوش يتوقعوا ان الاستراحه تتخرب بالسرعه دي. عموما احنا معانا الاستاذ ابراهيم حمدي مدير الشركه الاعلانيه اللي عملت الاستراحه علشان نفهم منه ايه اللي حصل. استاذ ابراهيم مساء الخير، ايه اللي حصل؟ انا ابراهيم حمدي صاحب وكاله الوجن للاعلام. انا فكرت ان انا اعمل حاجه للبلد بجانب المكسب المادي اللي هيرجع لي من ورا الاعلان اللي عليها، ان انا حاجه تنفع البلد وتبقى واجهه حضاريه وسابقه الاولى من نوعها يعني زي اللي موجوده في دبي وكده. بس ففكرت في الموضوع وعرضت على رئيس حي غرب المنصوره وقلت له ان انا على استعداد كامل ان انا اعمل عدد 10 استراحات في حي غرب، والدوله مش هتتكلف فيها اي حاجه كاهداء مني للدوله والحي والمحافظه مقابل الاستغلال الاعلاني اللي عليها. تمام؟ بس فرحب رئيس حي غرب وكده، وما كانش في دماغي ان انا هعملها مكيفه. فما لقيت الموضوع يعني هيبقى ناقص حاجه، انا عايز اعملها زي بتاعت بره بالظبط وتبقى حاجه حضاريه للبلد، ففكرت في موضوع التكييف. فعرضت عليه موضوع التكييف ورحب بالموضوع وكده وقال لي خلاص ماشي. فبدات في تنفيذها وكده، واليوم اللي انا سلمته فيها الاستراحه اتفق معايا ان هو يجيب المحافظ عشان يتفرج عليها تاني يوم ويقول رايه فيها ايه. تاني يوم فوجئت برئيس الحي بيقول لي المحافظ مش موافق لا على التكييف ولا الازاز. قلت له ليه؟ بعد خلاص ما كنا انتهينا من تصنيعها وحطينا الحاجه فيها. قال لي كده علشان هتبقى وقر للبلطجيه وكده. المهم قلت له ازاي ده انا جايب عليها حرس ومتفق مع شركه امن وحراسه لمده سنه 24 ساعه بتبادل فردين امن على مدار ال 24 ساعه. وفيها هيبقى في كاميرات مراقبه ومأمن عليها في شركه مصر للتأمين او شركه تأمين يعني. المهم فقال لي لا خلاص قابل المحافظ وشوف وجهه نظره ايه. قابلت المحافظ فقال لي الدوله ما ينفعش انها تتحمل مصاريف كهرباء. قلت له ده كويس لان في ازمه كهرباء في الدوله. فالمهم قال لي خلاص انا هقترح عليك ان انت هتعمل تكييف على حسابك وتتحمل التكاليف. طيب التكلفه انا بس سريعا عشان الوقت، حضرتك تقول لي بس التكلفه وتقول لي ازاي حصل سرقه المحتويات. لا هي المحتويات ما اتسرقتش، هي تكلفه الكابينه بغير تكلفه الامن السنويه 50,000 جنيه. بس الخبر اللي كان منشور من فتره انه تمت سرقه المحتويات. لا ما انا بعد ما وافقت على اني اعمل عداد كهرباء فوجئت بسكرتير عام المحافظه بسياده اللي هو احمد الاكتاوي منع قال لي لازم الاستراحه دي ما ينفعش وجودها اصلا، لازم يا اما تشيل الازاز والتكييف يا اما ما تشيلها من مكانها. يعني المحتويات ما اتسرقتش والمحافظه مش موافقه بس على وجودها. بالظبط مش موافقه على وجودها، عايز اعرف السبب. يقول لك فقالوا لي في المحافظه ما ينفعش عشان هتبقى وقر للدعاره. طب ازاي وقر للدعاره وفي كاميرات مراقبه؟ مين اللي هيجرؤ ان هو في كاميرات قدامه ما يعرفش مين الجهه الامنيه اللي مراقبه الكاميرات دي وهيعملها وقر دعاره وفي امن واحرافه عليه؟ وكنا عاملين دوام. طيب وحضرتك ما وصلتش لحل في المشكله دي لحد دلوقتي؟ لا طبعا. وبعد ما بعتها لشركه صناعات غذائيه كبرى طبعا، وفي شرط جزائي اكيد في العقد طبعا، و50,000 جنيه كمان تكلفه الكابينه، كل ده راح في الهواء. واجبروني وعملوا حمله مكبره مرافق واشغالات وحي غرب علشان يروحوا كانوا هيشوفوا. طيب انا بس عايز اسال حضرتك لانه بس انا في نقطه بس غايبه عني دلوقتي، انه صفحه الجهاز الاعلامي لوزاره الداخليه نشرت النهارده خبر وصوره عن سرقه محتويات الاستراحه المكيفه وتحويلها لحمام عام لسائقي الميكروباصات. جه منين الخبر ده؟ لا انا دخلت وعملت كومنت ان الحاجه ما اتسرقتش ولا حاجه، ده انا اللي خدت الحاجه اللي جواها.
الموضوع ده او لو كان نجح، لو كان نجح. وطبعا انا من القناه من عندك انا بقدم بلاغ لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان بعد 30/6 قال اللي يقدر يخدم البلد بحاجه يخدمها. وعملت حاجه اكبر وكالات اعلام في القاهره وفي جمهوريه مصر العربيه ما فكروش ان هم يعملوه. ما انا كده كده كنت ممكن اعمل. طيب انا يعني معلش عشان بس برضو الصوره توصل للمشاهدين بشكل صحيح، يعني يا استاذ ابراهيم حضرتك بعد ما حطيت تمام. الحاجات حضرتك شلتها بدون اتفاق مع المحافظه اللي حضرتك اتفقت معاها انك تحط الحاجات؟ لا، ما هي اللي رفضت ان انا احط الحاجات بعد ما كانت موافقه لي وموافقه لي على عداد. ولا طيب ما دام هي رفضت، ما دام هي رفضت حضرتك حطيت الحاجات ليه؟ لا ده هي رفضت بعد ما وافقوا لي على العداد بناء على انها هتبقى طيب مسيحة. يبقى ارجع للتاني للسؤال التاني. طيب ما دام هم رفضوا بعد ما حضرتك حطيت الحاجات وشلتها، بيقولوا ليه ان الحاجات اتسرقت؟ لا الحاجات ما اتسرقتش، ده هو ما هو الخبر نازل ان هي الحاجات اتسرقت بالزباله اللي موجوده فيها. لا اللي يروح يشوف شكل الكابينه بالزباله اللي موجوده فيها يقول ان الحاجه اتسرقت. لا طبعا الحاجه ما اتسرقتش، والناس زعلت جدا ان الكابينه خلاص هتتشال من مكانها وانها ما بقتش مكيفه. الوحيده اللي وقفت معايا في الموضوع ده مدام هناء سكرتير المساعد. طيب يعني 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 معلش كده معلش يا استاذ ابراهيم بس عشان بس يعني الصوره تبقى واضحه لنا، عشان احنا حاسين ان احنا عندنا لبس. لا يعني الخبر كاذب، الخبر كاذب، مفيش حاجه اتسرقت من الكابينه. انا اللي شلت الشاشه الداخليه الـ LCD وشلت عشان تسيء للشعب وتسيء للناس ان هي مش هتتعامل مع الموضوع ده كبني ادمين. لا الناس اتعاملت معاها كويس جدا ساعه ما انا حطيتها والناس صوروها وكانوا مبسوطين جدا بيها وفرحانين جدا بيها. الصفحه الاعلاميه بتاعت وزاره الداخليه نشرت الخبر الكاذب ده، وانا كذبت الموضوع وقلت ان انا اللي شلتها بناء على تعليمات السكرتير المساعد اللي هو احمد الاتكاوي ان هو مانع الموضوع ده ان هو يتحط. طيب استاذ ابراهيم هو مش المفترض استاذ ابراهيم هو مش مفترض ان انا باخد تصاريح مثلا، يعني انا عايز ابني حاجه او عايز اعمل حاجه اخد التصاريح والموافقات وبعد كده احط الحاجات دي علشان ما تحصلش اي مشكله، ولا ابني واحط وبعدين بعد كده يبقوا يعني عشان احرجهم واظهرهم انه زي ما حضرتك بتقول؟ لا 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 هقول لك على حاجه، انا ما بحرجهمش ولا حاجه. سياده المحافظ بعد ما وافق لي ان هو احط عداد علشان التكييف والشاشه والاضاءه اللي جوه البتاع الدوله ما تتحملهاش، خدت ورقه من حي غرب بامضاء من الاستاذ عبد الرحمن الشهاوي رئيس حي غرب بتفيد ان هو موافق ان انا احط عداد للكابينه المكيفه، ومعايا الورقه اللي تثبت كده بشارع المشايه امام حديقه شجره الدر. مش ده اثبات؟ انا عموما احنا محتاجين يعني الموضوع نفهمه اكتر. يعني انا بشكرك يا استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم حمدي هو مدير الشركه الاعلانيه اللي عملت الاستراحه اللي كانت موجوده في محافظه الاهليه في المنصوره. معنا دكتور سهير لطفي استاذ الاجتماع ورئيس السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعيه. مساء الخير يا دكتور سهير. مساء النور، اهلا وسهلا. هو احنا في الحقيقه كنا عايزين نتكلم مع حضرتك في تصور انه او يعني كان عندنا تصور انه في تخريب حصل من المواطنين للاستراحه، ولكن الصوره عندنا دلوقتي بشكل مختلف انه في مواطنين عايزين يساعدوا او عايزين يعملوا حاجه، ولكن البيروقراطيه حسب كلام برضو الاستاذ ابراهيم منعته ان هو يعمل الحاجه اللي هو عايز يعملها، فاضطر ان هو يعني ياخد موقف حاسم مع نفسه ويشيل الحاجات. برأي حضرتك ايه في القصه دي؟ لا انا بس هقول لحضرتك حاجه دلوقتي، انا بعد ما سمعت الموضوع فحاسه ان احنا يجب علينا التدقيق في الاخبار اللي بتيجي على سواء كانت جايه على بوابه او جايه على صفحه او جايه على الفيسبوك في اي حاجه من التكنولوجيا الجديده. فاحنا ضروري تكون التدقيق، لان دي بتخلي الانسان بيبقى مستفز وبياخد مواقف. يعني اول ما سمعت الخبر زي ما انت عرضتيه في الاول كنت مستفزه جدا، لكن دلوقتي الصورة مختلفة. بيستلزم مننا ان احنا نسمع رأي المحافظة وحيثيات المحافظة في رفض حضرتك محقة جدا، حضرتك عندك حق، لان طبعا ممكن يكون فيها دواعي أمنية، واحنا في فترة عاوزين الاستقرار الأمني واحنا بنكافح الإرهاب. يعني كتر خيره انه بيفكر في حاجة يعملها، لكن في اطار المصلحه العامه وفي اطار الامن القومي وفي اطار الاستقرار، دي نمره واحد. نمره اثنين، الموضوع اللي الاستاذ زهره حضرتك اشرتي اليه،
ان مهما كان الموضوع ولكن في مكان اتعمل وفي استغل كان في استغلال ليه بطريقه سيئه من حيث استعملوا مقلب زباله، استعملوا نوع من كنوع من المرحاض للناس الماشيين واللي جايين وهكذا. فده بيخليني بتبقى فرصه عشان اقول يا جماعه المسؤوليه الاجتماعيه في الحفاظ على نظافه المكان وعلى الممتلكات العامه. هل احنا بالفعل طيب سلوكياتنا اتغيرت في الجزئيه دي؟ هل هنقدر ان احنا نحافظ على نظافه المكان والممتلكات؟ ايوه طبعا، لان دلوقتي اصبح ما فيش بقى فيها حته الفرديه وعدم احترام حقوق الاخر، وان المفروض الدوله تعمل وانا استفيد بدون ما احط في اعتباري ان انا مسؤول عن الحفاظ على ممتلكات الدوله والحفاظ على ممتلكات الاخر، وان الرقابه على الشارع ليست على الدوله على وزاره الداخليه، ده رقابه من المواطن نفسه. واحنا لما نشوف كده في الدول الاخرى نبص نلاقي المواطن مسؤول. يعني في الدول الاخرى اي مربع سكني بتحصل فيه اي حاجه خلل بالنظام بالنظافه بسلوكيات بالمخالفات، لو هذا المربع ما بلغش بيدفع غرامه، وبالاضافه انه بيتربى تربيه اساسيه ان هو مسؤول ومنتمي. هو احنا يعني نتمنى انه فعلا يكون في تغير في سلوكيات المصريين، ان هم لو في حاجه بالشكل ده تم تعميمها ان المصريين يبقوا عندهم يعني فهم تام لانه فعلا دي ممتلكاتنا ودي حاجتنا ولابد ان احنا نحافظ عليها. دكتور سهير لطفي استاذه الاجتماع ورئيس السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعيه. احنا في الحقيقه كنا فاكرين ان الخبر سرقه زي ما الخبر كان عندنا، ولكن تم توضيح الصوره دلوقتي انه مش سرقه، انه صاحب الفكره غير رايه وقرر ان هو يروح ياخد الحاجات. عموما هنحاول ان احنا نتواصل مع المحافظه ومع المسؤولين نفهم منهم هل كان في رفض، هل يعني الموضوع افتكر ان احنا فعلا محتاجين نسمع الطرف الثاني من القصه. بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم جولتنا في الاخبار.